45 مليون مصري مدعوون للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. الناخبون ليسوا جميعهم منقسمين بين مؤيدين للمرشحين الوحيدين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، فمنهم من يقاطع الانتخابات برمتها كحزب مصر القوية اليساري الوسطي وحركة 6 إبريل التي اعتبرت أن الانتخابات محاولة قانونية لتتويج المشير السيسي. كذلك يقاطعها الإسلاميون، فيما عدا حزب النور الذي ينتمي إلى التيار السلفي والذي أعلن دعمه للسيسي. جماعة الإخوان المسلمين من جانبها توعدت غير عابئة بحملة القمع ضدها بإنهاك واستنزاف وزير الدفاع السابق، هذا الأخير كان قد تعهد بالقضاء عليها خلال سنوات حكمه. وفق المحلل السياسي حسن نافع، المصالحة أهم تحد يواجه الرئيس الجديد. مصر مطالبة الآن بأن تؤسس لدولة مدنية حديثة، فإذا أراد تيار الإسلام السياسي أن يشارك في تأسيس هذه الدولة فمرحبا به، وهذا ما أفضله شخصيا، لأنه لا يمكن إقصاء تيار الإسلام السياسي عن الحياة السياسية. السؤال هو أي إسلام سياسي؟ هذه الانتخابات تجري في جو مليء بالاضطرابات، خاصة مع حملة القمع ضد الإخوان المسلمين التي خلفت 1400 قتيل وقرابة 15 ألف معتقل، وقابلتها عمليات هجومية على عناصر من الجيش والشرطة اتهمت فيها المجموعات الجهادية وجماعة الإخوان المسلمين. هذه الأوضاع الأمنية تركت آثارها السلبية على اقتصاد البلاد، السياحة آخذة بالتدهور منذ الإطاحة بحسني مبارك قبل 3 سنوات، والبطالة في تزايد مستمر وتخطت 13% في الربع الأول من العام، يرافقها ازدياد الدين العام وتراجع قطاع الأعمال واستمرار انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى انخفاض ثقة المستهلك رغم الخطط الحكومية لإصلاح المؤسسات التي تملكها بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. البرنامجان الانتخابيان لكل من المتنافسين يضمنان محاربة الفقر وإنعاش الاقتصاد وإرساء الاستقرار، لكن العبرة في النتائج.